بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 47 بعد 100. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا لقاء مبارك من برنامج نور على الدرب. ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء. حياكم الله وبارك فيك. نبدأ هذه الحلقة برسالة السائل فهد من المدينة النبوية، يقول: أبعث لكم هذه الاستفسارات وأرجو الإجابة عليها. أولا، في سؤالي الأول أسأل عن معنى كلمة التوحيد وما هي شروطها، وكيف يكون المسلم معتقدا بمعناها دون التعرض للاختبار والامتحان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد، إن كلمة التوحيد هي لا إله إلا الله، ومعناها لا معبود بحق إلا الله، هي تشتمل على نفي وإثبات. النفي في قوله لا إله، وهذا فيه إبطال لجميع ما يعبد من دون الله عز وجل، وإثبات في قوله إلا الله، وهذا فيه إثبات العبادة لله وحده، لأن العبادة حق لله لا يشاركه فيه أحد، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق القوة المتين. وهي حق الله، توحيد والعبادة حق الله جل وعلا على عباده، كما قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه: إن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قال جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، الآية، ذكر حقه في أول الحقوق. هذا معناها، ومقتضاها أن العبد يفرد الله بالعبادة. إذا عرف معناها، إذا نطق بها وعرف معناها، فإنه يجب عليه العمل بمقتضاها ومدلولها، وهو أن لا يعبد إلا الله وحده لا شريك له. فإن عبد غير الله ودعا غير الله، فإنه يكون مناقضا لا إله إلا الله، ومبطلا لها، ومفسدا لمعنى هذه الكلمة، ولا تنفعه مع الشرك. لا بد أن يعمل بمقتضاها، وأن يخلص الدين والعبادة والعمل لله عز وجل، ويكون عمله على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس فيه بدع ولا محدثات ولا خرافات. يعبد الله عز وجل بما شرعه الله، لا بما تمليه عليه شهوته أو هواه، أو ما يفعله الناس بدون دليل وبدون مستند من كتاب الله، سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. من أسئلة السائل يقول: فضيلة الشيخ، وجدت رجلا كبيرا في السن يقول بأن الإنسان لا يبعث، ووجدت أن تذكيره أو تفهيمه في هذه الأمور، أمور البعث، ربما يحدث لديه متاهات، فكيف أفعل؟ وهل يعذر بالجهل، مع العلم بأنه يؤدي الصلوات في وقتها ونحسبه رجلا خيرا إن شاء الله، ولا نزكي على الله أحد؟ إذا كان ينكر البعث فهو كافر، لأن هذا دين المشركين الذين ينكرون البعث. والإيمان بالبعث واليوم الآخر هو أحد أركان الإيمان الستة التي لا بد منها. قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. ذكر اليوم الآخر وهو البعث، لا بد من الإيمان بالبعث والعمل للآخرة، ومن أنكره فهو كافر، كما قال تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فعليك أن تفهمه وأن تعلمه، ولا يعذر بالجهل، لأنه يسمع القرآن ويسمع كلام الله عز وجل في إثبات البعث والرد على الذين ينكرونه، ليس بمعذور بالجهل، لأنه بلغه القرآن، القرآن تكرر فيه ذكر البعث وذكر القيامة، ذكر الحساب والجنة والنار، كيف يكون جاهلا وقد بلغه القرآن؟ نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل فضيلة الشيخ في سؤال له:
صليت مع يوما مع الإمام وظننت بأنه قد فاتتني ركعة فقمت لقضائها، فلما استويت قائما علمت بأنه لم يفتني شيء من الصلاة، ولكنني أكملت الصلاة وسجدت سجود السهو، فهل ما قمت به صحيحا علما بأنني قد أعدت الصلاة احتياطا؟ فهل عملي هذا صحيح؟ عملك هذا غير صحيح، وهو استمرارك في الزائدة وأن تعلم أنها زائدة، ولكن لكونك تجهل الحكم صلاتك صحيحة ولا حاجة إلى الإعادة. أما لو كنت عالما بالحكم وأنه لا يجوز الاستمرار في الركعة الزائدة فإنها تبطل صلاتك، والواجب عليك إذا عرفت أن الركعة زائدة أن تجلس ولا تستمر في الركعة، تجلس تسجد للسهو. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول: إذا دخلت مع الإمام وهو في صلاة العشاء بنية صلاة المغرب فكيف أفعل، وكيف أفعل إذا فاتتني ركعة أو أكثر من صلاته؟ كان الذي ينبغي لك أن تصلي المغرب أولا، إما مع من فاتتهم صلاة المغرب أو تصلي وحدك ثم تلحق بالجماعة فيما بقي من صلاة العشاء، ولا تخلق هكذا تصلي المغرب خلف العشاء ثم يحصل عندك الإشكال والتشويش. لكن لو دخلت مع الإمام بنية المغرب وهو يصلي العشاء فإنه إذا قام للرابعة أنت لا تقوم، تجلس وتأتي بالتشهد الأخير، إن شئت أن تنتظر حتى يسلم الإمام تسلم معه، وإن شئت أن تسلم لنفسك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: أسافر أحيانا من المدينة بعد صلاة المغرب قاصدا مكة، وأؤخر صلاة العشاء حتى أصل إلى سكني في مكة بغية الأجر والمثوبة في تأخير الصلاة، فهل أقصر الصلاة أم أقوم بإتمامها؟ إذا وصلت إلى البلد الذي تقيم فيه انتهى السفر، فعليك أن تكمل الصلاة تصليها تام ولا تقصر. القصر ينتهي بمجرد دخولك في البلد الذي تريد الإقامة والسكن فيه. نعم. يقول: إذا فاتتني ركعة أو أكثر من الصلاة فهل أقرأ التشهد الأخير إذا جلس الإمام له أم لا؟ لا، ما تقرأ التشهد الأخير إلا عند السلام، إذا جلست للسلام تقرأ التشهد الأخير، وأما جلوسك مع الإمام فتقرأ التشهد الأول فقط. نعم. يقول: إذا فاتتني تكبيرة أو أكثر من الصلاة على الميت فكيف أقضيها؟ تقضيها على صفتها، ما تدركه من التكبيرات هو أولها بالنسبة لك، وما تأتي به بعد الإمام هو الأخير بالنسبة لك، وتأتي بعد كل تكبير بما يشرع بعده، تكبيرها الأولى قراءة الفاتحة، تكبيرها الثانية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، تكبيرها الثالثة الدعاء للميت، تكبيرها الرابعة السلام. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل فهد فضيلة الشيخ: مجموعة من المدرسين يداومون من المدينة إلى مدرستهم، والمسافة قرابة 200 كيلومتر، فهل لهم أن يقصروا الصلاة؟ وهل لهم أن يجمعوا صلاة الظهر مع العصر، مع العلم بأنهم يصلون إلى منازلهم في حوالي 1:05؟ أرجو الإجابة في هذا. نعم، إذا كانت المسافة 80 كيلو فأكثر بين بلدتهم ومحل عملهم فإنهم في الطريق أو في البلد بلد العمل لهم القصر والجمع لأنهم مسافرون. نعم. أحسن الله إليكم. أخيرا يقول: البعض من المدرسين يقصر الصلاة في القرية التي يدرس فيها، وهي تبعد عن بيته 80 كيلومتر، إلا أنه يقيم في القرية 4 أيام، ويقول بأنه يقصر لأنه لا يدري متى سينتقل من هذه القرية، فهو أشبه بالمسافر الذي لا يدري متى سيرجع، ويقول أيضا إنه سأل فأجيز له ذلك، هل ترون ذلك يا فضيلة الشيخ؟ إذا كان يعرف أنه سيقيم في بلد التدريس 4 أيام فلا يجوز له القصر ولا الجمع، لأنه أصبح مقيما، والمقيم يتم الصلاة ويصليها في وقتها ولا يقصر ولا يجمع، هذا هو الأصل في المقيم، فلا يجوز له القصر والجمع إذا كان يقيم في بلد التدريس 4 أيام وهو يعرف ذلك. أما لو أقام وهو لا يدري متى يرجع إلى بلده، النهار يرجع، الظهر يرجع، العصر يرجع، أو يرجع بعد 2 أو بعد 3 أو أكثر، هذا هو الذي له حكم المسافر، لأنه لم ينوي إقامة، لم ينوي إقامة. أما الذي نوى إقامة تزيد على 4 أيام فهذا عارف أنه مقيم وتلزمه أحكام المقيمين، ولو أفتاك الناس وأفتوا هذا شيء في ذمتك، هذه فرائض لا يجوز أن تقلد فيها فلانا وعلانا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل فضيلة الشيخ الذي أرسل بمجموعة من الأسئلة
سؤالي الأول عن الآية الكريمة، ما معناها يدبر الأمر من السماء إلى الأرض؟ إلى الأرض. نعم، هذا الله جل وعلا ينزل الأمر من السماء بواسطة الملك من الملائكة إلى الأرض لينفذ في الأرض بأمر الله سبحانه وتعالى، فتنزل أوامره ونواهيه وأحكامه سبحانه على عباده، أحكامه القدرية وأحكامه الشرعية كلها تنزل من عند الله عز وجل إلى الأرض بإذن الله. نعم. أحسن الله إليكم، يسأل عن معنى القصد في الفقر والغنى. القصد هو الاعتدال، الاعتدال في النفقة والاعتدال في جميع الأمور بين الإفراط والتفريط، هذا هو القصد. نعم. أيضا يسأل عن حديث إذا كانوا صحيح فضيلة الشيخ، أجملوا في الطلب، يعني عدم الحرص الزايد. أجملوا يعني يبذلوا السبب المباح لطلب الرزق، ولكن لا تحرصوا الحرص الزايد لأنكم لا تدرون الخير، الخير لا يعلمه إلا الله عز وجل، فأنت تبذل السبب، فإن حصل لك المطلوب فالحمد لله، وإن لم يحصل لك المطلوب فلا تندم، وتعلم أن هذا بقضاء الله وقدره، وأنه لو قدر لك لحصل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، فإن أصابك خير فأحمد، يقول صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، وفي رواية قل قدر الله وما شاء فعل، فأنت تبذل السبب المباح، وإذا لم تحصل النتيجة فإنك تؤمن أنه لو قدر لك لحصل، وأنه إذا لم يحصل فهذا دليل على أن الله لم يقدره لك. نعم. أحسن الله إليكم، من السودان سائل يسأل عن العمرة، يقول جئت من السودان قاصدا للعمرة، وقبل أن أحرم وجدت نفسي في ميناء جدة الإسلامي، أحرمت من جدة واعتمرت، فهل عمرتي صحيحة على هذا الوجه؟ وهل جدة ميقات؟ وهل يلزمني القضاء أم ماذا علي؟ عمرتك صحيحة، ولكن عليك فدية عن ترك الإحرام من الميقات، كان الواجب أن تحرم من الميقات الذي تمر به، إما الجحفة وإما يلملم، إن جئت من الشمال فميقاتك الجحفة، وإن جئت من الجنوب فميقات يلملم، سواء مررت بها أو حاذيتها في الجو أو في البر أو في البحر، تحرم من محاذاتها أو منها إذا مررت بها، ولا تتجاوزها إلى جدة، لأن جدة ليست ميقاتا إلا لأهل جدة أو من نوى العمرة من جدة فهي ميقاته، أما من جاء من خارج المواقيت يريد العمرة فإنه يحرم من المواقيت. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول فضيلة الشيخ هذا الأخ السوداني، هل يجوز للرجل أن يطالب المرأة أكثر من المهر في حالة القلع، وهل يحكم به في القضاء؟ يجوز أن يطلب الفدية بما شاء، لكن لا ينبغي له أن يجحف بالطلب وأن يكثر المبلغ، بل ينبغي له أن يكون رفيقا بالمرأة وبوليها فيطلب المبلغ الذي ليس فيه إجحاف. النبي صلى الله عليه وسلم قال لثابت بن قيس رضي الله عنه لما أبت امرأته أن تنقاد معه وطلبت الفراق، قال النبي صلى الله عليه وسلم خذ الحديقة، لأنه أصدقها حديقة، قال خذ الحديقة وطلقها تطليقة، فدل على أنه ينبغي ألا يزيد عن المهر الذي دفعه لها، وإن زاد شيئا يسيرا فلا بأس، لكن الزيادة المجحفة مكروهة. نعم. أحسن الله إليكم، ياسين آدم من السودان من أسئلته يقول، قرأت في السيرة عن صلاة الفتح في غزوة فتح مكة، فما هي هذه الصلاة؟ وما حكمها وما كيفيتها؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة صلى في بيت أم هاني 8 ركعات الضحى، بعض العلماء يقول هذه صلاة الفتح، وبعضهم يقول هذه صلاة الضحى، وجاء في الرواية أنها سبحة الضحى، الصحيح أنها صلاة الضحى، وأنه ليس للفتح صلاة، وإنما هذه صلاة الضحى. نعم. السائل أخوكم من المدينة النبوية محمد حسين يقول، إذا لم نقرأ سورة الكهف ليلة الجمعة ونقرأها في يوم الجمعة فهل يجزي ذلك؟ نعم، لا بأس أن تقرأها في ليلة الجمعة أو في يوم الجمعة، لأنه ورد حديث في ذلك وإن كان فيه ضعف أنها تقرأ في يوم الجمعة. نعم، جزاك في ليلة الجمعة. طيب. نعم. يسأل عن معنى قول الله تبارك وتعالى، والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا. هذه أنواع الملائكة، الله أعلم أنها أنواع الملائكة التي تصف عند ربها والتي
يكل الله إليها بعض الأمور الكونية، لأن كل ملك أو كل صنف من الملائكة موكلون بنوع من الأعمال يقومون بها بأمر الله سبحانه وتعالى. نعم. أيضا يسأل في سورة الذاريات عن قوله والذاريات ذروة فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا. هذه الرياح، هذه أنواع الرياح، والرياح من آيات الله عز وجل، تصريف الرياح من آيات الله، وعلى السائل أنه يراجع كتب التفسير الموثوقة. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل من جنوب سيناء يقول: كانت بالقرب منا امرأة طيبة جدا، ولكن سبحان الله مغير الأحوال، تغيرت هذه المرأة وصارت تزعم بأنها ولية، وصار الناس يأتون إليها من كل مكان، وغالبا ما تأمرهم بالذبح مع زيارة الأموات، فهل من نصيحة لهذه المرأة؟ نعم، يجب عليها أن تتقي الله عز وجل وأن تترك هذه الأعمال الشركية والكفرية، لأنها تخرجها من دين الإسلام، ولو ماتت عليها صارت من أهل النار والعياذ بالله. عليها أن تتوب إلى الله عز وجل وتبادر بالتوبة لتموت على التوحيد وعلى الإسلام، فتكون من أهل الجنة بإذن الله. أما لو ماتت على هذه الأمور وهي الذبح لغير الله والاستغاثة بالأموات وغير ذلك، فإنها تكون مشركة. الله جل وعلا يقول: إنه من يشرك بالله قد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وهو لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات وهو يشرك بالله شيئا دخل النار. نعم. أحسن الله إليكم. السائل من المنطقة الجنوبية بيشة رانيا عمر الكباش له سؤال في هذا، يقول: أسأل عن كيفية صلاة الوتر في رمضان، لا ندري في اختلاف الكثير من الناس في هذه الصلاة، مأجورين في صلاة الوتر في رمضان. نعم، صلاة الوتر بعد التراويح، بعد ما يصلي صلاة التراويح أو صلاة التهجد في العشر الأواخر فإنه يأتي بالوتر، والأفضل أن يأتي بثلاث ركعات، ركعتان شفعا وركعة وتر. نعم. يقول فضيلة الشيخ: هل يجوز أن أحج لوالدي المتوفى قبل أن أحج عن نفسي؟ إذا كنت أديت فريضة الحج عن نفسك فلا بأس أن تحج عن والدك، أما إذا لم تكن أديت فريضة الحج عن نفسك فإنك تبدأ بنفسك قبل أن تحج لأحد، قوله صلى الله عليه وسلم: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. نعم. يقول هذا السائل فضيلة الشيخ: إمام في صلاة الرباعية جلس في الركعة الثالثة للتشهد الأخير، لكن المأمومين قاموا للركعة الرابعة وقام معهم الإمام وأتى بالركعة الأخيرة لكنه لم يسجد لسجود السهو، فسلم، هل هذه الصلاة صحيحة أم يجب عليه سجود سهو؟ يجب عليه سجود السهو، ولكن إذا طال الوقت، إذا تركه وطال الوقت الصلاة صحيحة، وإلا فالواجب عليه أن يسجد للسهو بعد السلام أو إذا قرب الوقت من السلام، لكن إذا طال الوقت وطال الفصل فإنه تكون صلاته صحيحة ويسقط عنه سجود السهو بطول الفصل. نعم. فضيلة الشيخ: أحوال سجود السهو قبل السلام وبعد متى تكون؟ يجوز سجود السهو قبل السلام وبعد السلام، ولكن الأفضل أنه إن كان عن نقص في الصلاة فإنه يكون قبل السلام، لأنه جبران للصلاة، جبران لما نقص، كما لو ترك التشهد الأول أو ترك قول سبحان ربي عظيم في الركوع أو سبحان ربي الأعلى في السجود أو رب اغفر لي بين السجدتين فإنه يسجد قبل السلام لأنه جبران. أما إذا كان سجود السهو عن زيادة في الصلاة، كما لو قام إلى خامسة أو سلم قبل إتمامها ثم عاد وأكملها، فإن الأفضل أن يكون السجود بعد السلام، لأنه ليس جبرانا وإنما هو ترغيم للشيطان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. أختكم في الله سين عين من الجزائر تسأل وتقول: هل يجوز للمرأة أن تنزع الشعر من ساقيها إذا كان كثيفا؟ لا بأس بذلك، لا بأس بنزع الشعر من الجسم، من الصدر أو من الظهر أو من الذراعين أو من الساقين، لا بأس بذلك للرجل والمرأة. نعم. تقول: ما الفرق بين الحيض والاستحاضة؟ الحيض هو العادة المعروفة، هو دم طبيعة وجبلة يخرج من قعر الرحم في أوقات معلومة، وأما الاستحاضة فإنها نزيف ليست حيضا، إنما هي نزيف نتيجة مرض، والحيض يمنع الصلاة ويمنع الصيام، وأما الاستحاضة فلا تمنع الصلاة ولا تمنع الصيام، بل يجب على المستحاضة أن تصلي وأن تصوم. نعم. أحسن الله إليكم. تقول فضيلة الشيخ: كيف أربي نفسي على الخصال الحميدة علما بأنها لا تأمرني إلا
بالأمور السيئة، وجهوني في ذلك. عوديها، عودي نفسك على الخير، فإذا تعودت ألفته، فعليك بالإكثار من الخير والمداومة عليه، فإن ذلك يروضها بإذن الله وتعتاد وتحب بعد ذلك. نعم. تقول: هل حقا توجد صلاة الحاجة؟ وكيف تؤدى؟ وما هي السنن الواردة في ذلك؟ مأجورين. يذكر بعض العلماء الصلاة يسمونها صلاة الحاجة، ويريدون بذلك حديثا، الله أعلم، أنا لا أعرف هذا. نعم. أخيرا فضيلة الشيخ، هذا السائل عين ألف مي من جمهورية مصر العربية يسأل عن رفع الأيدي عندما يدعو الخطيب على المنبر، هل هو بدعة؟ ومتى ترفع الأيدي في الدعاء؟ لا ترفع الأيدي في الدعاء في الخطبة، لا من الإمام الخطيب ولا من الحاضرين، إلا في الاستسقاء. إذا استسقى الإمام في الخطبة ودعا بطلب الغيث من الله عز وجل، فإنه يرفع يديه ويرفع المأمومون أيديهم ويؤمنون على دعائه. نعم. شكر الله لكم فضيلة الشيخ صالح، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أيها الإخوة والأخوات، فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء، وقد أجاب مشكورا على تساؤلاتكم. شكرا لحضراتكم.